بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أول يوم من شهر رمضان، فرحة كبيرة لكل مؤمن، روعة عظيمة، إحساس بنشاط. هذا الإحساس يجده كل مؤمن في نفسه. صار اليوم الثاني، حسرة كبيرة على مضي يوم من شهر رمضان، ومع ذلك الفرحة لا زالت باقية. صار اليوم الثالث، حزن في القلب بمرور يومين من شهر رمضان، يومين ذهبيين. اليوم الخامس أيضا مضى، اليوم السادس أيضا مضى، اليوم العاشر جاء. في اليوم العاشر إحساس عجيب في كل سنة، إحساس بمرور شهر رمضان بسرعة. من اليوم العاشر من شهر رمضان مضي أيام شهر رمضان يكون أسرع من الوضع الطبيعي في الأيام الأول. ما هو السر؟ لا أعلم. هذه السرعة في مرور هذه الفرص الذهبية العظيمة توجد حسرة كبيرة جدا في قلب المؤمن. وصية واحدة فقط، ولعلها وصية عجيبة تكون في كل يوم من شهر رمضان: احسب أيام شهر رمضان. في كل يوم من شهر رمضان ذكر نفسك بأن هذا اليوم في طريقه إلى المضي. في كل يوم من شهر رمضان أحسس نفسك بهذه الحركة الزمنية التي تحصل. ما هي فائدة هذا العمل؟ أحسب أيام شهر رمضان، افعل ما أقول لك، ستجد فائدة عظيمة روحية. كلامي عن شهر رمضان كلام عادي من شخص عادي عن فرصة استثنائية. أنهي كلامي لأذكر لكم كلاما عن شهر عظيم من شخصية عظيمة. حديث شريف يرويه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يذكر أمورا ثمانية، أو نحن نرقمها بعدد ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الشريف: الحسنات في شهر رمضان مقبولة. أنا أقرأ لكم هذه الكلمات، أنتم بدقة قليلة استمعوا. الحسنات في شهر رمضان مقبولة، والسيئات فيه مغفورة. النقطة الثانية: من قرأ في شهر رمضان آية من كتاب الله عز وجل كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور.
النقطة الثالثة، شهر رمضان فقط شهر عبادات فردية؟ نعم هو شهر للعبادات الفردية، شهر للصلاة، شهر لقراءة القرآن، شهر للصيام، ولكن شهر رمضان مميز حتى في العبادات الاجتماعية. ثالثا، قال عليه الصلاة والسلام: ومن ضحك فيه في وجه أخيه المؤمن لم يلقه يوم القيامة إلا ضحك في وجهه وبشره بالجنة. أنت تضحك في وجه أخيك المؤمن في شهر رمضان، سترى هذا المؤمن في يوم القيامة يضحك في وجهك ويبشرك بالجنة. رابعا، ومن أعان فيه مؤمنا أعانه الله تعالى على الجواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. عمل بسيط سهل، أثر عظيم جدا. خامسا، ومن كف فيه غضبه كف الله عنه غضبه يوم القيامة. لا أعرف كيف أعبر عن عظمة هذه الكلمات. سادسا، ومن نصر فيه في شهر رمضان مظلوما نصره الله على كل من عاداه في الدنيا ونصره يوم القيامة عند الحساب والميزان. ملاحظة صغيرة، نصرة الله في الدنيا ليست بالضرورة أن تكون بالموازين المادية نصرة. سيد الشهداء انتصر ولكن بالموازين المادية قتل. الله نصره في الدنيا، هذه نصرة من الله. نصرة الله هي النصرة الحقيقية الواقعية التي قد لا تتوافق مع الموازين المادية الباطلة. سابعا، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة الرائعة: شهر رمضان شهر البركة وشهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر التوبة والإنابة، من لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له؟ إذا الشخص في شهر رمضان لم يغفر له، يتوقع أن يغفر له في فرصة أخرى؟ هل توجد فرصة أخرى أعظم من شهر رمضان؟ النقطة الثامنة والأخيرة من الإمام الثامن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف، الدعاء: فاسألوا الله، ونسأله ذلك، فاسألوا الله أن يتقبل منكم فيه الصيام ولا يجعله آخر العهد منكم وأن يوفقكم فيه لطاعته ويعصمكم من معصيته. أربعة أدعية، أربع أدعية أطلبها من الله سبحانه وتعالى. أعيد المقطع الأخير: فاسألوا الله أن يتقبل منكم فيه الصيام ولا يجعله آخر العهد منكم وأن يوفقكم فيه لطاعته ويعصمكم من معصيته. وختم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كلامه قائلا: إنه خير مسؤول. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.